العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. لا بد أيضا للقارئ في كتب أئمة الدعوة من أن يفهم مصطلحات أئمة الدعوة على وفق مرادهم. بعض الناس يظن أن قول الإمام الدعوة أو قول بعض أئمة الدعوة بأن لا نكفر من وقع من عبد كذا أو كذا حتى تبين له الحجة وحتى تبلغه الحجة وحتى تقام الحجة الرسالية، يظن أن عدم التكفير يستلزم الحكم بالإسلام، بمعنى يستلزم أن تقول أنه مسلم مع أنه إيش؟ مع أنه قائم على الشرك متلبس بالشرك الأكبر، لم يأتي بشروط لا إله إلا الله. وهذه قضية في الحقيقة مهمة، وأقول بأن عدم تكفير من لم تبلغه الحجة ممن وقع في الشرك الأكبر لا يعني الحكم بإسلامه في كلام أئمة الدعوة.